توصلت مصالح أمن ولاية تيبازا في تحقيقاتها عقب حريق بغابة أعالي بلدية غوريا إلى تحديد هوية وإيقاف أشخاص متورطين في هذا الفعل الإجرامي، والبالغ عددهم 19 موقوف. التحري مع أطراف القضية سمح بتحديد الدوافع التي أدت بالمشتبه فيهم إلى الأفعال المنسوبة إليهم، وهي حرق الغابات عمدا بصفة منظمة لتحقيق مصالح شخصية ذات بعد اقتصادي واجتماعي، وخاصة الدافع الإجرامي الذي يهدف إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بالسكينة العامة تحت تحريض أشخاص مناوئين من داخل الوطن وخارجه. بعد إتمام الإجراءات القانونية تم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً.